النجاح هو عكس الفشل. تو سامبلون صافي لا عرفتي شنو هو التعريف ديال الفشل؟ غتعرفي انه في اي حاله ما كينطبقش عليك هذاك التعريف ناجح ولا في طريق النجاح. الفشل هو انه ما تكونش منتج، والفشل هو انه ما تكونش عندك عزيمه وما تكونش عندك اراده، والفشل هو انك تدوز وقت طويل بلا ما تكون عندك حتى شي نتيجه وحتى شي تطور، والفشل هو انك تكون واحد الانسان اللي ما كيتقبلش الراي الاخر ويكون متحجر في التفكير ديالو وغير لين غير سهل في المعامله. والفشل هو انه يكونوا كيجيوك املاءات من جميع الاماكن وانت ما عندكش راي شخصي ديالك تقريبا، لانه متبع واحد الجماعه معينه ولا دخل مع واحد الفرقه ولا مع واحد الحزب ولا 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 ايا كان. اذا انت الا كنت واحد الانسان اللي غادي في طريق الانتاجيه وعندك واحد الهدف وكتحقق بعض النتائج وكتطور، ولا قارنتي نفسك بهذه 5 سنين ولقيتي بانه مثلا نور الدين ديال 2019 مختلف على نور الدين ديال 2024 لانه حقق بعض الانجازات ولانه تمكن من انه يفهم بعض الامور، فانت انسان ناجح وسائر في طريق النجاح، لان النجاح غير محدود. النجاح بحال شي باب كتدخل ليه ولكن راك تقدر تبقى غادي فيه انام فيني. وهاد الناس اللي ما كيعتبروا راسهم نجحوا حتى نهار كيدير واحد الحاجه معينه في دماغه، لا انا كنقول ليه راه الرحله اهم من محطه الوصول. واخا انا في حياتي راه ما كاينش محطه وصول نهائيه، واش فهمتيني؟ الا شي وقت قنعتي وقلتي لهم شوف انا غنحبس هادشي كامل، ولكن الرحله اهم. وراه عطيت هذا المثال هذا في بودكاست واحد اخر، الكره ديال كاس العالم ديال قطر 2022 كان سميتها الرحله. علاش؟ لانه اهم شيء في هذاك التنظيم ديال كاس العالم ديال قطر كان هو التحضيرات التي سبقت كاس العالم، البنيه التحتيه اللي تبنات، الملاعب، العمل القاعدي اللي دار على مستوى الثقافه، على مستوى الفن، كيفاش تخدمات كل امور التواصل لاجل اظهار صوره باهيه لذلك البلد، وهما تعلموا اكثر من اي سنين في هذوك الاعوام اللي كانوا كيوجدوا فيهم كاس العالم. اذا الرحله كانت مهمه. اما الا جيتي على واحد العدد ديال الماتشات تلعب في بلادك وكانوا جماهير مجموعين واحد هز لا فليش كيقولوا ايربورت دي سوي اي توصل لا واش فهمتيني زعما سي با اكسيبسيونيل. لان بزاف ديال البلدان نظموا كاس العالم قبل منك، ولكن المهم فهادشي كامل هي انه انت في هذاك التحضير كاس العالم تكون واحد الرحله وواحد التعلم اللي غير رجع لك بالنفع. راك تشوف الفرق ما بين الوقت اللي كانت تحضير كاس العالم في البرازيل قبل 2014 وقطر. قطر عندها امكانيات ماليه اكثر، قطر عندها قابليه لتنظيم هذا الموعد بدون ان تكون لها ازمه اقتصاديه، ولكن بحال دابا الرحله التنظيم بالنسبه للبرازيل ما كانتش رحله جميله. علاش؟ لانه الاغلبيه ديال الوقت كانوا احتجاجات كيقولوا لا ما خاصش يتنظم كاس العالم حنا عندنا مشاكل.